بسرعه كده. الفاونديشن دي اخف حاجه في الموضوع بقى. لما تيجي تعمل فاونديشن، في عندي نوعين من الفاونديشن، يا اما شالو فاونديشن اللي هو رافت، ايزوليتد فوتنجز، كومباين فوتنجز، كل دول اسمهم شالو فاونديشن، او حاجه اسمها ديب فاونديشن اللي هي الفايلز او الخوازيق. طيب ايه اللي هنعمله؟ ايه الفرق يعني؟ ايه اللي بنحتاج نعمله في الشالو فاونديشن؟ انت بتعمل عادي شالو فاونديشن زيها زي اي بلاطه عادي جدا، بس بتدخل لها سبرينجز، بتعمل تعريف للسب جريد بروبرتي، وهنشوف جاب منين بسرعه كده. دي موديل هنشوف كده، لو هفتحها منين؟ هفتحها من ديفاين سويل سب جريد بروبرتيز. ولما تكون بتشتغل على شالو فاونديشن او رافت يعني اريا، هدخل على السويل سب جريد بروبرتيز. طيب لما بدخل عليها بيفتح لي ايه؟ هيفتح لي المنيو، هيفتح لي الويندو اللي انا، معلش نشوف كده هيكمل ولا هيقفل. هيكمل. هنقول له مثلا موديفاي في سويل، هو ده شكل نفس المنيو اللي قدامي اللي كانت في البرزنتيشن. هو بس اللي انا عايز بدخله بكامل سب جريد مودلز ده. دكتور هو الصوت قطع ولسه القائمة ما ظهرتش. الايه ما ظهرش؟ لا ظهرت دلوقتي، الصوت كان قطع بس. طيب معلش، السيف ظاهر دلوقتي؟ ظاهر دلوقتي. طيب ادي السويل سب جريد بروبرتي داتا دي اللي كانت في السلايد قدامنا على اليمين. بندخل السب جريد مودلس، مودلس اوف سب جريد رياكشن، بيدخل بكام الرقم ده؟ بتجيبه منين؟ مودلس اوف سب جريد رياكشن للسويل بتجيبه منين؟ تقرير التربه. تقرير التربه لازم، والمسؤول عنه بتاع التربه. طب لو بتاع التربه تعبان وما جابهولكش وما كتبهولكش نتيجه ان هو مستواه ضايع، تتصرف ازاي؟ تعمل ايه؟ افرض له رقم من البيرنج كاباسيتي؟ لا يعني ماشي رقم من البيرنج كاباسيتي. طب كام من البيرنج كاباسيتي؟ 1000. لا ده رقم مهول اللي انت قلته. تعال نشوف اساسا على حسب اليونت. ما هو ماشي، لا بغض النظر عن اليونت، هو عموما المودلس اوف سب جريد رياكشن اللي هي الكي بتاعت التربه دي تعتبر كانها سبرينج بتاعت التربه، هي ستريس على السيتل. يعني انا عشان اقدر احددها صح لازم اعرف اعمل اناليسز للتربه واقدر احسب السيتلمنت اللي في التربه، وعشان احسب سيتلمنت لازم يكون عندي الاي بتاعت السويل، والسويل حسب كذا كمان كذا طبق التربه الاي بتاعها يعني فيلم طبعا لازم المسؤول عنه بتاع السويل بالتاكيد. انما لو انا ما عنديش حيله خالص وما عنديش طريقه ان انا اجيبها منه، الطريقه الوحيده اللي ممكن اعملها اني بقسم ستريس على سيتلمنت، اني ستريس الالاوبل ستريس، اني سيتلمنت الالاوبل سيتلمنت. وانا بفترض هنا ان الالاوبل سيتلمنت بيحصل في نفس وقت الالاوبل ستريس، وده مش شرط خالص انه يكون حقيقي. انما ما قداميش حل تاني لما بتاع السويل خلاص مش موجود، انتحر مات، ما عنديش طريقه تانيه. انما لو بتاع السويل عايش لازم هو اللي يحسبها لي، لان مش شرط خالص ان الالاوبل سيتلمنت بيحصل في نفس الوقت مع الالاوبل ستريس. انما لو ما عنديش طريقه ان اجيبها من بتاع السويل، هفترض ان الالاوبل ستريس بيحصل في نفس وقت او عند نفس لحظه الالاوبل سيتلمنت، يبقى هقسم الالوبل ستريس اللي هو الدين كاباسيتي يعني على السيتلمنت المتوقع. هو ده الموديل بتاع هو 5 خالص يا دكتور، ومكتوم جدا. السيتلمنت المتوقع على حسب نوع التربه هو 5 سم في الراف و2 سم ونص في الاواعد الايزوليتد. يبقى انت لو بتعمل هنا راف هتاخد البيرنج كاباسيتي بالوحدات بتاعتها تقسمها على 5 سم وتظبط الوحدات. هو ده المودلز اوف سب جريد رياكشن، ولكن ده مش شرط انه صح طبعا، لان هنا تفترض ان الالاوبل بيرنج كاباسيتي حصلت في نفس وقت حصول الالاوبل ديفليكشن او سوري الالاوبل سيتلمنت، وده مش شرط خالص، ولكن مضطرين ما عندناش حل تاني. ماشي؟ يبقى بيرنج كاباسيتي على 5 سم في الشالو في الشالو فاونديشن لو كانت اف، او بيرنج كاباسيتي على 2 سم ونص لو كانت ايزوليتد فود. طيب النون لينير اوبشن هعملها ايه؟ هسيبها دايما كومبريشن اونلي لان التربه ما بتستفاد، وانا عايز اخد في اعتباري لو حصل تنشن اتصرف.
وما سيبهاش لينير، يعني ما حدش يعمل نان، ما حدش يعمل لينير، كلكم تسيبوها كومبريشن اونلي، سواء بقى عملت نان لينير كيس ولا ما عملتش هتشتغل زي بعض مش فارقه، بس لازم نسيبها كومبريشن اونلي. طيب بعد ما اعمل كده في عندي حاجه تانية اللي ممكن اعملها اللي هي النون لينير اناليسيس. ايه اللي يخليني اعمل بقى النون لينير كيس؟ لو حصل لي تنشن على السويل، لو حصل لي تنشن على السويل دي يعني معناها ان جيت اعمل ستريس ديستريبيوشن، بعرض الستريس على السويل لقيت ان في جزء تنشن تحت اللبشه مثلا. طب التنشن ده يجي منين؟ يجي من لاترال لودز، نتيجه زلازل، رياح، اي حاجه ممكن تعمل لي تنشن على السويل. طب التنشن ده مش حقيقي، لان انا لما يطلع لي ستريس على السويل تنشن ده مش هيحصل، لان السويل ما تقدرش تمسك في القاعده عشان تمنعها انها تترفع لما يحصل تنشن. فكل الستريس اللي قدامي دي غلط، لو طلع لي فيها جزء تنشن يبقى غلط، يبقى لازم ساعتها اعمل ايه؟ اعمل نون لينير كيس اسمها تنشن ريديستريبيوشن، بعمل ريديستريبيوشن للتنشن وبقول له بقى بختار هنا الاختيار اللي كان فوق اللي كنا عمرنا ما اخترناه في الديفليكشن، نون لينير الاو ابليفت. ايه الاو ابليفت؟ يعني بتسمح بان الراف تعلى عن السويل عشان تشتغل الجزء اللي في الكومبريشن بس، وجزء اللي في التنشن ما يشتغلش خالص ويطلع لي زيرو. لما انت تعمل النون لينير اناليسيس دي وتعمل ران ليها هتلاقي فرقها عن النتيجه اللي فاتت، ان كان الاجزاء اللي كانت تنشن بقت كلها طالعه النتيجه زيرو دلوقتي، يعني خلاص مش شغاله معاك، كل ما هو تنشن بقى مش شغال، وده حقيقي لان السويل اتفقنا ايه في الكومبريشن بس، وبالتالي التنشن ستريسز اللي كانت طالعه في السويل دي غلط مش حقيقيه واختفت دلوقتي لما انت عملت النون لينير كيس allow uplift. هتلاقي التنشن ستريسز كلها الارقام اللي بالتنشن كلها اختفت وبقت زيرو، معناها ان دي سويل او جزء من القواعد اترفعت عن الارض، انما مفيش اي ستريس لان هي خلاص في بينها وبين التربه هواء. ده مشكلته ايه بقى؟ انه بيزود الكومبريسيف ستريسز على التربه، فلازم ساعتها تعمل الكيس دي عشان تتاكد ان الكيس دي تخلي التنشن اللي اتلغى وبقى زيرو اتعوض بزياده في الكومبريشن ستريس، فلازم تتاكد انه بقى زياده بس ما عداش الالاوبل كومبريشن. انا حاسس الناس مشيت. لا هو الصوت بس قطع في اخر حته دي بس. طيب يعني اتفهم مثلا ان زي ما بقول لك الصوت لسه زي ما هو يا دكتور مكتوب برده مش طيب الصوت ازاي اعمل النونلينير كيس اللي قدامك دي وبقول له نون لينير الاو ابليفت، يعني بقول له الغي لي اي تنشن طلع وخليه زيرو. ماشي تمام يا دكتور. مش بعملها زي ما قلنا او زي ما احنا عرفنا لما كنت عرفته ان النون لينير دي طلعت كويس الحل، فمش هعملها بكل السيستم اللي طلع تحت السيستم كلها كومبريشن، يبقى خلاص عمري ما هعملها. انا بعملها امتى؟ لما يطلع لي دكتور حضرتك مفيش صوت. طيب انا كنت بقول مش بعملها دايما الكيس دي، بعملها امتى؟ بعملها فقط لو ظهر لي تنشن ستريس تحت التربه، انما لو كل الستريسز اللي تحت التربه كومبريشن مش هعمل الكيس دي خالص وملهاش لازمه. حضرتك اشتغل في الاول على سنها كومبريشن، لو طلع بعد كده ايوه يعني هتشتغل في الاول لينير، مش هتعمل لينير كيس دي خالص، هتشتغل في الاول عادي، لقيت الستريسز تحت اللبشه كلها كومبريشن يبقى انت خلصت خلاص. طب معلش يا دكتور، هو دلوقتي بعمل الحاله دي لو في تنشن على التربه وهو بيخليها صفر، طب هو اصلا لو ما كانش فيه تنشن واشتغلت بيها برضو هو كده كده يعني مش هيعمل حاجه، مش هيغير اي حاجه في النتائج يعني. ايوه بس هتحل في وقت طويل على الفاضي، النون لينير كيس بتاخد وقت طويل قوي في الحل، هتضيع وقتك على الفاضي. تمام، يعني هو لو الوقت ما مش عامل مهم معايا ممكن اشتغل بيه على طول يعني. ايوه بس بدل ما كان الموديل بيحل في دقيقتين ثلاثه وممكن اقل هتلاقيه بيحل في 10 دقائق ربع ساعه، ليه الوقت مش عامل مهم؟ طب وايه اللي يخليك تقعد مستنيه ربع ساعه لما ممكن تخلص في دقيقتين؟ تمام يا دكتور تمام. وهي بتبقى اقل من دقيقتين، يعني هي المقارنه مش ربع ساعه ودقيقتين، في الحقيقه المقارنه دقيقه و15 دقيقه، يعني ممكن تقول ان الوقت 15 دقيقه. طيب لو ديب فاونديشن او خوازيق هنجيبها منين؟
توازي يعني ايه؟ يعني point loads، فال point loads السيف قفل، يعني شيء جميل جدا. طيب هندخل على البوينت سبرينج مش الاريا سبرينج. البوينت سبرينج وهتلاقي هي دي الديالوج بوكس اللي هيتفتح لك في ترانسليشن اكس ترانسليشن واي ترانسليشن زد، وفي نفس الكلام بتاع النون لينير. طيب هنا بقى الخازوق بتاعك هتحسب له الكي، والخوازيق بقى ما فيهاش هزار، ما حدش ينعرف يفرض الكي بتاعت الخوازيق خالص، فلازم بتاع التربه يدي لك الكي بتاعت الخازوق لازم، ولو ما ادهلكش اوعى انت تفرضها. ماشي، يبقى الكي بتاعت اتجاه زد اتجاه الرأسي لازم بتاع التربه يديها لك. انت اللي ممكن تعمله مؤقتا انك تاخد اكس واي عشرة. طبعا الكلام ده مش صح، ولكن في يعني في وقت اخر ممكن ابقى نشرح لك ازاي تعمل ديزاين مفصل للخوازيق. الرقم ده ما دام الخوازيق كلها زي بعض ما يفرقش خدته 30000 خدته 20000 خدته 1000، يعني الريشيو بتاعت اللي هو الاكس والواي كام من الفيرتيكال ما يفرقش ما دام انت موحدها في كل الخوازيق اللي على الرافت اللي في الموديل اللي عندك. فمش قصه، مش قصه هي عشر ولا خمس ولا واحد على 20، مش مهم خالص ومش هيفرق في النتيجه. انما الاهم جدا هو الزد اللي في اتجاه الراسي الكي دي لازم يديها لك وعمرك ما تفرض. طيب الجزء اللي تحت بقى النون لينير ده مهم ليه؟ لان برضو ممكن يحصل لك تنشن على بعض الخوازيق، بس هتيجي تقول لي بقى غير التربه، التربه ما كانتش بتشيل تنشن خالص وممنوع اي تنشن يحصل، انما الخوازيق ممكن تشيل تنشن، في خوازيق طبعا بتقدر تشيل تنشن لما يكون في فريكشن. طيب يعني معنى كده ان تيجي تقول لي طب ما اسيبها خلاص، اسيبها تشتغل عادي كانها لينير، بس ما اقدرش اسيبها لينير لان اي خازوق ما بيشيلش تنشن زي كومبريشن، هي دي المشكله. يا ريته كان يشيل تنشن زي كومبريشن كنت ساعتها هسيبها لينير. الخازوق الوحيد اللي بيشتغل تنشن زي كومبريشن اللي هو بيور فريكشن وما فيهوش اي بيرنج، وده تقريبا معدوم ملوش وجود يعني، الا بقى في حالات معينه بقى لو خازوق طويل قوي وفي ارض ضعيفه جدا، والكلام ده موجود يمكن في مكان واحد بس في مصر في بورسعيد، ارض ضايعه كده الخوازيق دي كلها فريكشن فقط، فخازوق الفريكشن ممكن تعمل بيه اناليسيس لينير عادي لان في تنشن زي كومبريشن بالظبط. فممكن تحط الارقام هنا وتختار الاوبشن ده لينير، لينير يعني شغلهم لي تنشن وكومبريشن. انما الكلام ده نادر الحدوث، مش موجود في مصر كلها غير في مكان واحد بس. العادي انك تشتغل الاستو بلاستيك، يعني بتفرق الكومبريشن عن التنشن، والارقام دي المفروض يديها لك بتاع التربه، يديك قدره التحمل في التنشن كام اللي هي دي، ويديك الاستيفنس او الكي في التنشن كام، ويديك قدره التحمل في الكومبريشن كام، ويديك الاستيفنس في الكومبريشن كام. لازم بتاع التربه اللي يديك القيم دي كلها، يدي لك سترينث وكي، يعني سترينث وستيفنس في الكومبريشن وفي التنشن، لازم يديهم لك. بتحطهم كده وتشتغل الاستو بلاستيك، والكلام ده برده محتاج النون لينير كيس زي اللي احنا قلناها من شويه، يعني نفس النون لينير كيس دي ابلايد او تشتغل مع الاوبشن ده لما انت تعمله على النون لينير ده. طلع لك الخوازيق كلها ما عليهاش كومبريشن، سوري ما عليهاش تنشن، ما فيش اي مشكله، ممكن ترجع دلوقتي تشغلها لينير او نون لينير وخلاص، كله عليه كومبريشن وما فيش داعي لان انت تعمل النون لينير كيس اللي احنا اتكلمنا عليها من شويه. واضحه؟ هو سؤال بس يا دكتور، هو بالنسبه للتنشن ده، هو التنشن ده يعني احنا اتفقنا التربه مش بتشيل تنشن، يعني سواء في الرافت او في البايلز، هو انا اصلا في الموضوع ده انا كده بتشيك على التربه ولا بتشيك على الارك بتاعتي؟ لا بس الصوت قطع يا دكتور، معلش. في الرافت بس التربه ما بتشيلش تنشن ليه؟ لا في السويل دي ما صح؟ فلو انت عايز عايز تعمل تست، كان عايز ترفع الرفت عن التربه هتترفع. الرفت محطوطه ريست على التربه، تطير الرفت او اي قاعده محطوطه ريست على التربه وعايز ترفعها هتترفع، التربه عمرها ما هتترفع. انما في الخازوق الموضوع مختلف، الخازوق اللي مدفون جوه التربه عمقه كتير، الفريكشن اللي بينه وبين التربه بيمنعه من انه يتسحب من التربه، يبقى في هنا تنشن ريزيستنس نتيجه الفريكشن اللي بين التربه والخازوق. الفريكشن ده ما كانت موجود مع الرافت او مع الفاونديشن العاديه. فالبايلز فيها كاباسيتي في التنشن طبعا عادي جدا. معايا ولا ايه؟ هو بس الفكره يا دكتور، انا بس يعني انا كده ما دام انا جبت سيره التربه انا كده بتشك على التربه، هو ده بس اللي انا يعني ده اللي انا فاهمه غلط. ف
فانا مثلا بدخل رافت انا بتشيك على الاسترسز اللي عليها وبسلحها سواء مثلا تنشن يعني مثلا فوق او تحت وهكذا. فايه اللي خلاني اعمل تشيك على التربه اصلا؟ بس ده اللي انا مش لاقطه يعني. هو انت عرفت مهندس تصميم دلوقتي انت السكوب بتاعك كله يعني انت لازم تقطع التربه يعني دلوقتي لما انت بتقطع التربه لان انت ممكن تعمل قواعد الاستريس عليها تحتها يعني انسيف يعني في بتاع التربه على فكره معلش قضيه هو في ريكومنديشن في طول الريبورت خلاص انت اللي مسؤول انك تعمل ديزاين جزء من السيسي ده في ديزاين انك تعمل خوازيق ما عليهاش خلص اكبر من الاستريس بتاعها وان الاستريس تحت القواعد ايزوليتد او راف ها لسه ولا في مشاكل؟ هو مفيش صوت يا دكتور بس هو انا اللي فهمت ان انا احنا بنصمم الكلام ده بس مفيش صوت مش فاهم برضو هو. بص انت دلوقتي بتاع التربه بيديك فقط ريكومنديشن وتقرير وبيقول لك انا عندي بيرنج كاباسيتي الارض تقدر تستحمل كذا والخوازيق تقدر تستحمل كذا. انت كديزاينر انت المسؤول عن السيفتي بتاعت التربه دي يعني انت المسؤول ان انت ما تحملش عليها حمل اكبر من البيرنج كاباسيتي بتاعها لان انت اللي بتتحكم في ابعاد الرافت او ابعاد القواعد فمسؤوليتك طبعا. وبرضه من ضمن مسؤوليتك انك ما تعملش ديزاين لخوازيق يكون عليها فورس اكبر من الكباسيتي بتاعتها. كل ده يقع تحت نطاق مسؤوليتك انت. تمام يا دكتور. يعني دلوقتي الاستريسز اللي انا بتطلع لي دي كانت استريسز على التربه فبيبان فيه تنشن في اجزاء فدي اللي هو ما ينفعش تحصل يعني. ايوه تمام يا دكتور. طيب حد عنده سؤال تاني؟ طيب احنا كده نعتبر خلصنا. اعتقد ان احنا قلنا كلام مهم وردينا على اسئله. مفيش؟ لا شكرا يا دكتور. هو بس الفايلات ديت او السلايدز الموجوده على هتنزل فين؟ هحطها لكم على التيم كده. شكرا جدا يا دكتور والله يعني المحاضرات بتاعت حضرتك مفيده جدا يعني. معلش يا دكتور بس هو سؤال بالديفليكشن بس هو حضرتك دلوقتي قلت ان البرنامج قلل لي الاف سي يو للتلت. هو التلت دي رقم ثابت يعني ولا حسب انت خلفت الاف سي يو؟ قلل الاي مش الاف سي يو. ها قلل الاي للتلت. طب هو التلت دي او التلاته دي هو جابها منين؟ تعال نشوف جابها منين. الكري فاكتور بكام؟ انت دلوقتي حفظت اكيد عرفت الكري فاكتور بكام. باثنين مثلا الكود المصري على حسب الكود يا دكتور. ايوه صح. تمام كل المصري. تعال نبص على المعادلة دي. المعادلة دي على فكرة زيها زي أي كود إن الـ E with time الـ E بتاعت الكريب أو with time بتساوي الـ E initial على واحد زائد الكريب فاكتور. الكريب فاكتور بتاع المصري بكام؟ باتنين. واحد زائد اتنين بكام؟ بتلاتة. يبقى الـ E اللونج تيرم بتساوي الـ E initial على تلاتة. تمام يعني حسب ما دخل الالفا هو هيبتدي يشتغل على كده يعني. اي ماشي تمام يا دكتور. تمام شكرا. في اي اسئله تاني؟ متشكرين يا دكتور. طيب هحط لكم دلوقتي السلايدز دي على ال معلش يا دكتور سؤال كمان. هو هل في اوبشن ان انا اعمل اكسبورت من السيف للاي تابس ولا لا؟ انت بقى اللي صوتك قطع قول تاني كده. هو هل في اوبشن ان انا اعمل اكسبورت من السيف للاي تابس ولا لا؟ لا العكس بس باخد من الاي. تمام يا دكتور شكرا. ماشي يلا سلام عليكم. وعليكم السلام.